أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال أيام سيكون به جلسة كاملة عن سبل دفع قطاع السياحة بحضور كل من وزيري السياحة والطيران المدني بهدف الخروج بورقة توصيات تعمل على النهوض والقفز بهذا القطاع. وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مساء أمس تم استعراض إجراءات رفع كفاءة المنتج السياحي المصري حتى يتسنى جذب بعض الشرائح السياحية الإضافية. رداً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للسكواش المرتقب تنظيمها في مصر في ديسمبر المقبل نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات تم تنظيمها في أوكرانيا مؤخراً، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بشكل قاطع إفادة الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات. استضاف عدد من مسؤولي مجلس الوزراء بمقر المجلس وفداً ضم مجموعة من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي يزور مصر حالياً، حيث تم إطلاعهم على تفاصيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن الاجتماع شهد استعراض العناصر الرئيسية لمبادرة حياة كريمة وما تتضمنه من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر. رحب مجلس أمناء الحوار الوطني بدعوة رئيس الوزراء لحضور المؤتمر الاقتصادي، كما رحب بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، وأن المجلس سيتابع عن كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات. كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً عن انتقال اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوفه بشكل نهائي حتى عام 2026، وتم الاتفاق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على انتقال النجم الفرنسي من النادي الكتالوني بصفة نهائية بعد أن لعب لصالح الروخي بلانكوس على سبيل الإعارة منذ صيف 2021، وشارك غريزمان مع أتلتيكو في جميع المباريات المحلية والقارية هذا الموسم محرزاً 3 أهداف كما صنع هدفين.